موجز الثالثة من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم مجددا. باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون، أشرف اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد على مراسم تنصيب عبد العزيز مجاهد مديرا عاما للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، واعتبر جراد هذا الاختيار دليلا على العناية التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لهذا الصرح العلمي الراقي. تربويا، تتواصل لليوم الخامس والأخير امتحانات شهادة البكالوريا التي يجتازها أزيد من 637 ألف مترشح على المستوى الوطني في ظروف خاصة وتدابير وقائية صارمة بسبب جائحة كورونا. وقد سجل خلال الأيام الأربعة الأولى ارتياح لدى التلاميذ للسير الحسن للامتحانات. تمكنت مصالح أمن دائرة الرمشي بالتنسيق مع باقي مصالح أمن ولاية تلمسان ووكيل الجمهورية بمحكمة الرمشي، تمكنت من العثور على الطفل القاصر جلطي خولة البالغة من العمر 14 سنة والتي اختفت منذ يوم 14 سبتمبر الجاري، فيما يظل البحث متواصلا للعثور على الطفل صافي بن سليمان ملاك البالغة من العمر 11 سنة. صدر اليوم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم والرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور المزمع إجراؤه في الفاتح نوفمبر المقبل. وبمقتضى المادة الأولى من المرسوم الرئاسي يستدعى الناخبون والناخبات للإدلاء برأيهم عن طريق الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور، وذلك يوم الأحد 1 نوفمبر من السنة الجارية. وحول موضوع الذاكرة والهوية في نص مشروع تعديل الدستور، نظمت اليوم المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء ندوة نشطها أساتذة وخبراء وحضرها مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية عبد الحفيظ علاهم ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمطة. برلمانيا، استأنف اليوم المجلس الشعبي الوطني نشاطاته بجلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس، وخصصت لطرح أسئلة شفوية على مسؤولي قطاعات المالية، التعليم العالي، السكن، الاتصال، النقل والصحة. الجلسة التي حضرها وزراء والقطاعات المعنية إلى جانب وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، نقل خلالها نواب والمجلس عددا من الانشغالات الوطنية والمحلية المتعلقة بسيرورة المشاريع التنموية في بعض الولايات، ودعوا إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ مختلف البرامج التي تمس المواطن بالدرجة الأولى. يشارك اليوم وزير الطاقة رئيس ندوة منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبيب عبد المجيد عطار في أشغال الاجتماع 22 للجنة الوزارية المختلطة للمتابعة أوبيك أو أوبيب وخارج الأوبيب الذي سينعقد عبر تقنية التحاضر عن بعد. وسيكرس هذا الاجتماع لدراسة وضع سوق النفط الدولي وآفاق تطويره على المدين القصير والمتوسط. أحيت الجزائر اليوم على غرار دول العالم اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون بمنطقة أو بمقر وزارة البيئة، وبحضور أعضاء من الطاقم الحكومي وممثلي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. هذا وأكدت وزيرة البيئة ناصرة بن حراث التزام الجزائر بما جاء في اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون من خلال المصادقة عليها متبوعة ببروتوكول موريال. في الرياضة، استقر المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم في المركز 35 عالميا حسب التصنيف الشهري الجديد للاتحادية الدولية لكرة القدم الفيفا الخاص بشهر سبتمبر الحالي، واتسم ببقايا المنتخب البلجيكي في الصدارة. واحتل المنتخب الوطني الذي تعود آخر مقابلة رسمية له إلى شهر نوفمبر المنصرم، احتل المركز الرابع إفريقيا بعد كل من السنغال وتونس ونيجيريا.
أشرف اليوم وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي رفقة كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري على مراسم تسليم واستلام المهام بين محمد مريجة وعبد الرحمن حماد كرئيس جديد للجنة الأولمبية الجزائرية. خالدي وفي كلمة له بالمناسبة دعا إلى ضرورة تكاثف الجهود للرقي بالرياضة الجزائرية. بهذا الخبر الرياضي معكم هذا الموعد الإخباري، تحياتي تحيات الفريق العامل معي، في أمان الله.